هوية بريس. بسم الله الرحمن الرحيم. الصفة أنني منعش عقاري وكندير يعني نائس لجنة التجار ديال الشارع ديال النوال ديال عوين الحجاج، وفاعل جمعوي والنائب الأول ديال جمعية المستقبل للشباب والمرأة، النائب الأول ديال الرئيس. المشكل اللي عندنا هو أنني أنا البارح في الصباح تفاجأنا أنا واحد الحال صاحبي، طلعنا للبلدية على أساس أنه غيدفع واحد الطلب ديال الموضوع تزويد المحل ديالو بالموضوع، فإذا به حطينا الوثائق اللي كيطلب المجلس. قالت لنا السيدة اللي كتستقبل الوثائق، قالت لك لا الحاج باقي خص واحد الوثيقة. شنو هي هذه الوثيقة اللي خاصها لالا؟ قالت لك خصك واحد الوثيقة، شهادة ديال المقدم، شهادة سكنة المقدم بأنه هو كيعطيك الموافقة باش تدخل الموضوع. لا لا لا، المقدم القايد ما كيمكنش باش يعطي شهادة السكنة فيها هادشي. القايد كيعطي شهادة السكنة من أجل البطاقة الوطنية، من أجل الرميد، من أجل شي حاجة، عدم الشغل، عدم كذا، يعني هادي ماشي ديالو، ما عمرنا جبناها. قالت لي هادشي كاين. قلت لها واش الشواهد اللي عندكم هنا ديال الناس كتقولوا هادي شهر وما عندكم هنا كتقولوا مازال ما تسناو مازال ما تسناو، هادوك جابوهم؟ كاينين شي شهادة جات؟ قالت لي كاينة. قلت لها وريها لي. جبت لي واحد الشهادة بأن فيها تصويرة، فيها شهادة سكنة، كنقرا فيها. قالت لي ها هي مكتوبة. أنا دخلني الشك بكل صراحة، يعني فيها بأن القايد كيوافق بأنه باش هاد السيد يدخل الموضوع، لكن السمية ديالو ولا هذا ماشي التصويرة والشهادة سكنة. أنا والصديق ديالي الحاج شفنا داك الشيء. قلت لها أنا نعاودو عند القايد، قلت لها الرئيس نهضرو معاه واش كاين هنا؟ قالت لك لا. النائب لا، إيوا واش مع من غنهضرو؟ إذا كان هاد الشيء كاين قانوني علقوا لنا وثيقة هنا باش منين نجيو نقراوها ونعرفوا راسنا، ما نبقاوش نتجادلوا معكم. هذا الشيء ما كاينش منه. وحنا عاودين عند هذا القايد دابا، عاودنا عند القايد، بغينا نستقبلوا القايد، سولنا المقدمين، قال لك اودي القايد ما كاينش، قلنا له ماش طلبوا لنا اش طلبوا لنا؟ قال لك هذاك الشيء ما كاينش منه. المقدم الشيخ قال لنا على اساس ان هذيك الوثيقه هذيك راهم تسلموا ثلاثه ديال الوثائق عندنا، وحده في ولاد الطيب، ولكن القايد ما موافقش عليهم. ما موافقش على ديك لا القايد المرابطين ولا القايد ديال الرياض. هذاك الشيء غير صنعوه ما نعرف. قلت حنا دخلنا الشك في هذا الشيء. قبل كيفاش كان التعامل ديال قبل؟ كان عندنا قبل دائما كان عندنا طلب واحد، لان داخلين حنا في اطار داك المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي كنادى بها سيدنا الله ينصرو هذه السنين، هذه تقريبا دابا 20 عام دابا ملي تكون المجلس، وهي المبادره كاينه في هذه الاحياء الشعبيه. كنديو فيها فوتوكوبي ديال العقد باش شارية السيد هذا، فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، هادشي اللي كنديو. واحد الالتزام كنلتزموا على نفسنا بان غندخلوا للطابق الفلاني مثلا السفلي ولا الفوقي الاول ولا الفوقي الثاني، نزودوه بالماء والكهرباء، لان الناس الله يحسن العون الراجل كتجي 4000 و5000 ريال ديال الاستهلاك، هو ما مستهلكهاش، باغي يزيد سميتو يدخل المكانات الضو وديرو، ولا راديف كتساعدنا كدير لنا الكريدي. هاد المبادره فيها كان شحال هادي الموضوع عندنا كيطيح تقريبا بمليون، دابا كيطيح ب 64 66000 ريال باش كيطيح، هذا باش كيطيح. هادي المبادره ديال سيدنا هنايا كي انا نخلص. الرساله ديالي للمسؤول هو ان هاد المسؤول هاد الرئيس يجي لعند الناس، ماشي في الانتخابات كيدور علينا وكيدوروا علينا المستشارين. يعني هاد الناس ما كيتواجدوش دابا، منين ما نوجدوش؟ علاش ما نوجدوش؟ علاش يقول لنا يعلق لنا منشور باش نعرفوا راسنا؟ هاد الحي ما كيطلبش شي حاجه، ما كيطلبوش هاد الناس، هاد الاحياء الشعبيه ما يطلبوش شي حاجه، حاجه اللي ما يمكنش باش يتهرب منها. الموضوع معرم، عيب تسمع ان السيد ما عندوش الموضوع. لا، ملي طلعنا للمقاطعه قالوا لنا سير طلع البلديه. ملي طلعنا للبلديه شنو قالوا لنا؟ قلنا ما حنا ما نعطوش تما، هذا جبنا موافقه مع القايد بشهاده السكنه فيها باش ندخل ديك المسائل. وهذا الشيء هذا قبل كان؟ لا ما كانش، ما عمرنا سمعنا حتى دابا. هذه هذه انا دابا قلت لك في 77 وانا هنا، كذا 40 سنه وانا هنا، عمر هادشي ما كان كاع. كنطلب من المساله هذه الرخص هذه يعطيو للمواطن شنو عنده من الناس مساكين دابا ولات الحاجه ما عندهم حتى حاجه وحده. غير الموافقه باش يدخلوا الماء والضوء، الناس كيجيين الضوء غالي، هذا اللهم هذا منكر زعما بصراحه. صافي هاد الناس هادو راهم كيهلكوا لنا، دعينا من الله. وانت زعما ما عندكش ما كطلبش الماء والكهرباء لشي مثلا طابق زاير؟ لا السفلي هذا السفلي غير السفلي عندي في الكونترادا عندي مقسوم على جوج.
هذا عندي الكري دابا جوج الناس ساكنين تما كيجي ماشي غالي ها الفاكتوره ديالو كيجي غالي باغي نفرق زعما ندخل لهم المكانه ما يطلعنا وحنا البارح ما بين ما نهضروا مع القياده ما شكون يديها فيك تهضر مع الرئيس فين هو ما كانش كاع هويه بريس.